الاهلي استمرارا للقاءاتنا الخاصه والحصريه على قناه النادي الاهلي. بيسعدنا ينضم لنا الكابتن حمدي فتحي، واحد من نجوم النادي الاهلي، بيتمنى له كل التوفيق خلال المرحله القادمه وبالتحديد هذا الموسم. ان شاء الله النادي الاهلي يتوج بهذا الموسم. تحياتي ليك يا كابتن حمدي، موفق ان شاء الله، وباذن الله تحسموا لنا بطوله الدوري ان شاء الله. تحياتي ليك وتحياتي لقناه الاهلي. انا عارف طبعا ان يمكن ده تاني لقاء ليك، اول لقاء كان في النادي الاهلي بعد وصولك، ويمكن انت ما بتحبش الظهور يا كابتن حمدي، دي حاجات مظبوط مطلوبه جدا وحاجات يمكن بتساعدك بشكل كبير، لكن لما بتكلم بتخاطب الجمهور ده بيبقى امر مهم جدا. في البدايه بتحب تقول للجمهور النادي الاهلي على المسانده الموسم بالكامل، فاضل لنا مباراتين ان شاء الله يكونوا مناسب. والله انا بشكرهم طبعا على المسانده الكبيره الفتره اللي فاتت، وبقول لهم ان شاء الله ربنا يكرمنا بس الماتشين الجايين دول، وان شاء الله الدوري يكون من صالحنا باذن الله. حضرت فترات اعداد كبيره كده يا كابتن حمدي وكتير، مظبوط. الاختلاف هنا ازاي؟ المعسكر ازاي؟ الجديه والتركيز، لان احنا كل اللقاءات بنقول ان ده معسكر استثنائي، بتكمل دوري وبتبدا دوري، فمحتاج شغل مظبوط بطريقه كبيره جدا يا كابتن حمدي. والله احنا يعني احنا معسكر اسبانيا معسكر كويس جدا، كله بيتمرن كويس واحنا ماشيين بخطة كويسة بصراحة، واحنا اعتبر استفادة كبيرة من المعسكر، وعندنا ماتشين كمان 9 ايام تقريبا، ماتش المقاولين، فاحنا مركزين ان شاء الله في ماتش المقاولين الاول، ربنا يكرمنا ويكون الفوز من صالحنا، وعندنا بعدها الزمالك، وان شاء الله الدوري يكون من صالحنا باذن الله. البدلك او سوء التوفيق اللي ممكن يقابل كابتن حمدي في اصابه وانت ماشي كويس، بتبقى ماشي بشكل مميز جدا، وارتباط الجمهور بيك في اول المباراه كان امر ملفت للنظر واتكلموا عليك بشكل كبير كل النقاد الرياضيين. اما بتيجي الاصابه للكابتن حمدي بيتعامل معاها ازاي؟ اكيد بتاثر على اللعيب، لكن لو ما عندكش اصرار وجديه مش هترجع زي الاول يا كابتن حمدي. مظبوط، يعني انا حصلت معايا مرتين السنه دي، يعني انا نفسيا يعني تأثرت أكيد طبعا. اتأثرت شوية، بس الحمد لله يعني قدرت أرجع، كنت بتمرن يعتبر فترتين والحمد لله رجعت أقوى، يعني الحمد لله. كوكبة مهمة جدا ومميزة لكباتن فرقة على أعلى مستوى، أنا عارف إن أنت انسجمت سريعا، وده كعادة لعيبة النادي الأهلي اللي أنت لمسته يا حمدي أول ما دخلت النادي الأهلي، أو بالتحديد أول ما دخلت غرف خلع ملابس في النادي الأهلي، لمست إيه وتعاملوا معاك إزاي اللعيبة؟ والله كل اللعيبة بصراحة محترمة جدا، يعني هم أول ما جيت النادي الأهلي دخلوني في وسطهم بسرعة جدا، يعني حتى أنا قعدت يومين أو 3 ولعبت ماتش المقصة، فاللعيبة الكبيرة بصراحة لها دور كبير، يعني حتى في التمرين، يعني الواحد لما يبص يلاقي اللعيبة دي بتتمرن بجدية، الواحد لا لازم يبقى أقوى، يتمرن أقوى عشان يبقى ليه دور، يبقى ليه دور في وسط اللعيبة الموجودة دي. الاهلي كان ماشي بشكل مميز جدا قبل وقوف الدوري في الكان، تتفق معايا ان الاهلي لو كان كمل في هذا الطريق ان حسم الدوري على طول ان شاء الله؟ لو كملنا كنا حسمنا الدوري قبل بطولة افريقيا. السر كان ايه؟ سر التركيز كان ايه؟ وسر الاصرار بينكم وبين بعض كان ايه يا كابتن حمدي؟ لا احنا يعني اللعيبه الكبيره زي ما قلت لحضرتك، اللعيبه الكبيره لا يعني لمت الفرقه بسرعه جدا من بدايه الدور الثاني، حتى احنا ما فقدناش نقاط كتير. الطبيعي ان انت يجيلك ماتش او ماتشين بيبقى بطلك تتعادل ماتش، فبس الحمد لله كنا بنرجع بسرعه، فالحمد لله يعني مشينا بخطه كويسه جدا يعني الفتره اللي فاتت، وان شاء الله نكملها على خير والدوري يكون من صالحنا باذن الله. يعني الموسم ده كان فيه ضغوطات، كان فيه شحن، كان فيه امور محيطه بفريق النادي الاهلي، الحاجه المميزه ان انتم ما تاثرتوش بكل الموضوع ده، كان دور كبير للجهاز الفني مع الكابتن سيد عبد الحفيظ. انتوا كدوركم ايه مع بعض في ظل التوتر كان كبير في خلال الموسم ده كابتن حمدي؟ والله هم كانوا على طول بيتكلموا معانا، يعني احنا ما لناش دعوه مش مركزين في اللي بيحصل بره، اهم حاجه ان احنا الملعب، بننزل الملعب بننسى كل حاجه، فده كان هدفنا، يعني كل ماتش كنا بناخده ماتش بماتش، وكان الماتشات بالنسبه لنا كلها ماتشات كاس، يعني ما ينفعش نفقد نقاط، يعني فحصلت ماتشين على ما اعتقد فقدنا مش عارف تعادلنا ماتشين باين، فبس الحمد لله قدرنا نرجع بسرعه جدا، واللعيبه الكبيره برضو لها دور كبير يعني، وان شاء الله نكملها على خير باذن الله. قدر لعيبه النادي الاهلي هتطلعوا من معسكر اسبانيا، هتروحوا معسكر اسكندريه لبرج العرب عشان مباراه المقاولون ولا الزمالك. بدايه مباراه المقاولون التركيز فيها ازاي؟ هي طبعا بتاخدوها مراحل، المرحله الاولى هي الثلاث نقط الاولانيين، ثم مباراه الزمالك، شايف الثلاث نقاط ازاي وهدفكم فيها يا كابتن حمدي؟ والله احنا كلنا مركزين في ماتش المقاولين الاول، يعني سايبين الزمالك ده بعد المقاولين، اهم حاجه ماتش المقاولين هو يعني بالنسبه لنا اصعب من الماتش اللي بعده، فربنا يكرمنا ان شاء الله ونكسب فيه وبعدين نفكر في ماتش الزمالك. يعني
تجربة أفريقيا في الجمهور كان ليها طابع كبير جدا، وبنتمنى إن جمهورنا وبالتحديد جمهور النادي الأهلي يكون بأعداد أكبر من كده. أما بتشوف عدد من الجمهور في المدرج، العدد بيبقى قليل لكن مفعول السحر أكيد بيشدوا من اللعيبة، بيخلوا اللعيبة عايزة تطلع كل حاجة. تتمنى حمدي إن يكون في عدد كبير من جمهور النادي الأهلي في المدرجات الفترة اللي جاية؟ طبعا أكيد، يعني أكيد حافز لينا كلنا، وبنتمنى يكون حتى في ماتشات الدوري لما كان بيبقى موجود حتى بيبقى عدد قليل، بس احنا كان بيدينا حافز كبير يعني. فربنا يكرم إن شاء الله ويكون الجمهور معانا في الماتشين الجايين، ومن السنة الجديدة بقى يكون الجمهور موجود بإذن الله. انا عارف ان انت عندك طموحات كبيره، تمنياتك وطموحاتك ايه بتتمنى تحقق مع النادي الاهلي، وعلى المستوى الشخصي كمان يا حمدي تتمنى تحقق ايه؟ والله انا بتمنى احقق بطولات في النادي الاهلي، يعني ده المستوى الشخصي بتاعي، فربنا يكرم ان شاء الله تكون اول بطولة الدوري، وان شاء الله بقى نعدي الدوري وبعدين نركز في الموسم الجديد من اوله، وربنا يكرمنا بقى البطولات كلها تكون من صالحنا في الموسم الجديد باذن الله. ان شاء الله تكونوا موفقين في مباراه المقاولين، التوفيق وعدم التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. لكن لو بنقول رساله لجمهور النادي الاهلي الفتره اللي فاتت كانوا دعم وسند كالعاده، كابتن حمدي فتحي نجم نجوم النادي الاهلي، تقول لكل الجمهور خلال المرحله القادمه؟ والله انا بقول لهم ان انتوا وقفتوا جنبنا كتير، فخليكم يعني ان شاء الله جنبنا الفتره اللي جايه، وان شاء الله نعدي الماتشين الجايين دول هناخد الدوري باذن الله، ودايما يعني على طول الجمهور النادي الاهلي جنبنا يعني، فربنا يكرمنا ان شاء الله نعدي الماتشين دول ونركز بقى في الموسم الجديد باذن الله.